موضوع إخراج الشياطين موجود، والشيطان مش هيدخل الإنسان إلا إذا كان إنسان بعيد عن ربنا وماشي في الخطية. أتذكر إن أنا سنة حوالي 82 جالي راجل قال لي: تعال يا أبونا، عندي في البيت في شياطين في البيت. فقلت يا حبيبي سيبك من الكلام الفارغ ده، انت بتيجي الكنيسه انت ومراتك بتتناول بانتظام، مفيش حاجه اسمها شياطين. قال لي: يا ابونا البيبان تتفتح والكهرباء تولع والسيفون شد طول الليل بالشكل ده. حاضر، هاجي لك واصلي قنديل ورش البيت بالميه. فصليت ورشيت البيت كله بالميه، كل حته كل خرم في البيت، ومشيت. بعد 6 شهور رجالي تاني قال لي: يا ابونا بعد ما صليت كل حاجه هديت، لكن من يومين رجعت تاني كل حاجه زي ما كانت. يا ابني قبلي ايه الكلام بتقوله ده؟ قال لي: صدقني بالليل النور تولع والباب تتفتح وزيطه. حاضر. فرحت له تاني صليت له، عملت قنديل ورشيت البيت بالميه. وبعدين هو بيجي بانتظام بيتناول هو ومراته. بعدها بشهرين جالي تالي: الحقني يا ابو الطلاب اسمع بقى، بطل الشغل ده بقى. قال لي: صدقني البيبان بتتفتح طول الليل مش عارفين ننام، والكهرباء تولع وزيطه بتبقى في البيت. قلت له: يا حبيبي هجي لك حاضر، بس لازم في حاجه في البيت غلط. فطلعت، وانا طالع دخلت البيت وانا طالع على السلم سمعت صوت بيقول لي: يا جورجيوس ما تقدرش علي. فوقفت على السلم، طبعا اتهزيت شعور الاول، ولكن الله انت خايف ابونا. فلسه خط تاني سمعت: يا جورجيوس ما تقدرش علي. فشجعني ان اطلع واصلي تاني انديل ورش البيت بالميه. وانا قعدت معاه بعدها: لازم في حاجه بتحصل في البيت ده، مش ممكن بعد كل ده كل شويه يجي شياطين تدخل البيت، في حاجه بتحصل. قال له: اصل ابني يا ابونا ماشي مع واحده مش كويسه، وبيجي بعض الحين عندنا يبات عندنا هي وهي بتدخله البيت. قال له: اه. هقول له اعمل ايه، اطرده؟ قلت له: لا، ما يجيش يبات هنا في البيت ابدا. انت قول له انت عايز تمشي غلط، امشي بعيد عن البيت، لان مش ممكن ابدا، مش هجي لكم تاني، ما كانش ده يطلع بره البيت لغايه لما يتوب. وفعلا بعد كده بعد ما طردوا من البيت قالوا: ما تقعد تمشي البيت، احنا بيحصل لنا مصايب من وراك. بعد كده البيت هدي خالص، ما فيش اي حاجه بتحصل. كل ما اساله الحمد لله ما فيش حاجه، طول ما قبلي بره البيت البيت فيه سلام وهدوء. فاحنا العدو الخير بيهاجمنا لما نمشي ورا الخطيه ونعيش في الخطيه. ربنا دي النعمه وقوه ان احنا نحافظ وندقق في حياتنا ونتناول باستمرار، نتناول باستمرار.